تكسر الحيول وتولي غبار. كلمة تهيج البحور والحقد يثور جرة الكبار. بكلمة ترضي العباد تبكي الأسياد وتطفي النار. بكلمة تعلى البلاد تحيا العباد وتبقى حرار. كل صباح يما للدار غريبة محروم ظالم مظلوم تهدد الأشباح. جمرة تشوي لفات علي ما فات في قيل وقال. بلادي وحياة ولادي تبكي الغدار. بلادي وحياة ولادي تبكي الغدار. كلمة تقطع الخيوط تكسر الحيوط وتولي غبار. كلمة تهيج البحور والحقد يثور جرة الكبار. بكلمة ترضي العباد تبكي الأسياد وتطفي النار. بكلمة تعلى البلاد تحيا العباد وتبقى حرار. رامي جحشتي بيك. بابا ايش بك عملت معها هيك؟ كملت عش دار في ابني العشاء وطلقها. واضح؟ Radia, je voulais te remercier. Pourquoi ? Zaid m'a dit que tu étais tous les jours dans le coma. Tu as dit que tu étais tous les jours. J'ai beaucoup de choses que je voulais dire. Je t'ai dit. Tu as dit que tu étais tous les jours ? J'ai dit. Mais ce n'est pas le temps. Je ne sais pas si tu es en train de dire. Je Il faut qu'on l'aide. Ok, M. Fitney a Khaïba où il a fréquenté beaucoup de voyous. Il regrettera.
لازمك تعطيه فرصة أخرى سينو فا بيردغ نوت فيس. أنا يوسف وعدت قبل ما تجي أنت كنت ناوي جوست بعد العرس باش نحلو مشكلته. ميرسي يا عدنان. مشكلتك وحدك راه. ونجوى. شباها نجوى؟ هي المرأة اللي خلت حتى مرأة أخرى تدخل لك لقلبك. وي. حتى هي محلاه. أما ما فهمتش عليه جيت مرة ما عادش رجعت. جو كخوا كو تا سوغ زينب يي بور بوكو. سي با نوفو سا. زينب عمرها ما حملتها توت فاسون. إي بان كلم نجوى. جتوليس. يا أخي ما كلمكش مرتضى؟ طلبني وما هزيتش عليه. و علي؟ أمو يعرف اللي أنت هوني. مش لازم يعرف شيء. اللهم أنت عاد ما تحبنيش نقعد حذاك. تيزي من البليدة. قد بحذية قد ما تحب. منستني راك. شكون؟ مرتضى؟ لا. عدنان. يكلمو. لا. علي؟ ما نحبش. مانيش باش نكلمو. هاو علق. وزيدو في الشارج. عصام تخش عليه في اللي صار بكري. مانيش قاصدك. أما فات وحده والناس كل ضده. بناتك كنت حر فيهم وزيد عندك الحق. أنا جيتك بموضوع آخر. عدنان. أنت يا خويا ما نحبلكش المضرة. عندي ليك نصيحة تسمعها مني ولا لا؟ هاي الناس معي. أبعد على النجم. علاش؟ أبعد عليها وكاهو. يقول لي علاش فسر لي. النجم زيدك حد شيء. تقول لي بوك شنو يحب؟ يحبنا نبعدوا لبعض. نبعدوا؟ يا اخي بوك ما في بالوش اللي احنا معرسين؟ ايه في بال. مين اش معناه؟ يحبنا نطلقوا؟ سامحني فاتنا ما جيت مرزنا باش نقول لك الكلمة هذي. ليه والله حلو. معناها تفادليك ولا العرس؟ اليوم نعرسوا غدوة كل واحد مشي على روحه في المكتوب. مين علاش وافق من الأول سامحني؟ نعرفش كيفاش حسبها من الأول. من بعد كي بوك عمل اكسيدون ماشي في بالي باش تعدى في الطويل وانت تورث كل شيء. مصدقش. ايوه وانت في بالك بالحكايه هذه كلها؟ فات العبيه كيما حب من الاول راه. ركب بالي في مخي احنا ما نجموش نكونوا صحاب وبر. لازم تكون بيناتنا قصه حب تفتق. معناها هو يتكتك وانت تطبق. فات نعيشك ما تفهمنيش بالغلط. نحبك راه. والله نحبك. وكان جيت بالرسمي اسمع في كلامه وانا سمعت كلامه وفات غادي الحكايه. سامحني ما كل يوم تطلع حكاية زدت تخليني نشك في كل شيء. فات نتفكر آخر مرة قابلنا شنو قلت لك؟ قلت لي عمرك ما كنتش تخليها بي. دونك مادامني معاك ما تخاف من حتى شيء. باهي نقول لك حاجة وخمم فيها. شيء. باهي حبنا نمشيو نعيشو في فرنسا معاه. فرنسا قبل كنت نمشي لها هرب كي نبدا عامل عاملة خايبة لهنا. ثم توا عملت أحلى عملة في حياتي. كيفاش قمت شنو؟ شبيك ما كليت شاي متقلقة؟ خمر. بابا ما كلمنيش. Tu trouves pas ça bizarre? ورا ميخوك ما كلمك الجملة. بالك شي مالها عمتك وسيلة ما حكيتش معاها. ممكن. Mais bon, je pense pas. Elle m'a dit qu'elle allait le faire. Eh ben, اطلبها وسيلة. اسمعني يا حبيبي أبغى أقول لك حاجة تنسى هي الجملة كل
كي لاغيف انا ما سلمش فيك. باهي زعما يعملها ما يطلقهاش. أنا شامة معاك. شنو؟ في ساعة ولا يحبها كيبوها. هما متعلقين ببعضهم من قبل راه وزيد العرس. مشكلة. حسبهم. مشكلة مش في وقت حتى طرف. مانيش ناقص انا. باهي والاخرى شعملنا فيها؟ شكون اللي مطيشة مريضة الفوق؟ انتي سارة غدو انطردها ترجع لدارهم عاش عشتي بها. انا في هذي مانيش مفقدتك. قولي فاش تخمم؟ تسمع كلامي؟ طبعا. باهي طبعا. للا انتصار كي نقابلوها بللا فات شنو يصير؟ انفجار. وين؟ في الدار. باش يقتلني هذا. باش ناوي تبطلوا. قول لي ساعة باش يقرب لك الشيطان. قلنا ما يقرب ليش. قرا عندي ودوبل. يا لطيف. يا بليد. يوسف قوم. ابراهيم حاضر اللي بيحكم معاه مشاو. بابا نحي من يدك واسمعني. عايش ولدي اسمع كلام بوك وريض. عمك ابراهيم جاب الصدر ولا صايبهم عليكم كرتوشه كرتوشه ونرتاح من مشاكلكم الكل. معناها انت هو طلعت راس الكبير. بوك ما عامل معنا كان الباهي. هو اللي شفع فيك احنا ناس نعرفوا الوجه. صح عليك. نحي من يدك واخرج معايا. شبيك ما حليتلوش؟ علي تبكي؟ شفما نجمة؟ يا اخي شبيك تبدلت على عدنان؟ بالعكس بعد اللي صار له كل حبيته اكثر. همي عليه ما ترجعوش. خايفة خايفة عليه يا وسيلة. راو اللي صار له كل ما تحت راسي. وانتي شم دخلك؟ مش مدخلني. كمال هو اللي بعث جماعة يحبوا يقتلوه وتوا بعث جماعة في جرتي يحب يحل لي جريدة. هي فيش قام هذا الكل يا اخي؟ يحبك ترجع له؟ يعرف اللي مستحيل نرجع له. اما هكيك يحب يحطني تحت صباته. يحب يدمر لي حياتي جوست على خاطرني قتله. انتي لا يا هاو. مريض هيك؟ مريض مريض وسكت. وانتي علاش ما تحكيش مع عدنان وتقولوا الحقيقه؟ انتي ليه يا عاد
هكيك معناها نبعثوا للموت بساقيه. ربي معاك اختي، ما لا سيتوياسيون تحدد فيها بصراحه.